وبركاته. اليوم فين نديرو معجنات التركية، احكولو بالفرماج والفلفل والطماطم. راح نحتاجو فيهم نص كاس تاع الحليب يكون دافي، نص كاس تاع الماء دافي، دايما دافي في المعجنات، ماشي سخون ومشي بارد باش طلع لنا الخميرة، مغرف صغيرة معمرة تاع خميرة الخبز. راح ندير مغرف صغيرة يعني ماشي معمره مليح تاع السكر حرش، نخلطهم شويه مع بعض. درك راح نضيف مغرف صغيره معمره مليح تاع الياغورت ناتور، هذا ياغورت طبيعي، مغرفه صغيره. راح نضيف بياض بيضه والصفار نخليه يدهن به، وراح نضيف ربع كاس تاع زيت مخلط مع شويه زيت زيتون، نجمو ديرو غير زيت زيتون، نخلط نص مغرفه صغيره تاع الملح، وراح نلم هذا الخليط بالفرينه. ندير الفرينه بشويه حتى تحصلوا على عجينه يعني طريه. كما راكم تشوفوا لميتها حتى تحصلت على عجينه تكون بهذا الشكل، يعني شويه تتلصق غير شويه، لازم نخلوها هكا شويه طريه باش تخمر وتجي خفيفه، وراح نغطيها ونخليها تخمر في بلاصه دافيه. درك بعد ما خمرت العجينه كما راكم تشوفوا راح نبداو نخدموا فيها، نهبطها شويه. بسم الله، ندير الفرينه. هاد العجينه كيما شفتو ما عجنتهاش، غير لميتها وخليتها تخمر وراح تجي خفيفه. راح نحلها، بعد ما كملت قطعت كيما راكم تشوفوا. اذا كل حبه الحبه اللي قابلتها يعني اللي نديروها فوقها نثقبوها بوشون ولا اندوي، تقبوها هكا زوج ولا ثلاثه، هادو راهم صغار ندير غير زوج. وراح نكبر حبات نقطع بطابع كبير وندير ثلاث ثقبات. بهذا الشكل بالنسبه للحشو راح نحتاجو جبن طري هكا، فرماج طري، راح نحتاجو فلفل حلو احمر والاخضر ولا غير الاخضر مقطع هكا بالطول، راح نحتاجو ثاني طماطم مقطعه بهكا نقلعوا لها الدخلاني تاعها، والحار ثاني مقطع بالطول. راح ندهن السطح هكا تاع الحبه بالجبن. Thank you.
العجينه يعني ماشي هادو ماشي هذه الكميه كاع. راح ندهنهم بصفار بيض فقط، الصفار اللي بقى لنا يعني البياض درناه في العجينه والصفار راح ندهن به هكا من الفوق، ونخليهم بعد ما ندهنهم نخليهم يخمروا غير شويه وندخلهم للفرن. نتمنى ان شاء الله المعجنات اللي درناهم نهار اليوم يكونوا عجبوكم. انا الكميه اللي عطيتها لكم دارت لي 11 حبه يعني، ولا صغرتوهم راح يعطوكم كثر، انا كاين حبات كبرتهم. ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم، راهم خفاف كما راكم تشوفوا طريين.